حضرت لها عبد اللطيف الاحد؟ احد عطلي ما بحضر تلفزيون. ولك سالوها توم اند جيري قالوا لها انه انت قلت انه سيد حسن ما رح ينزل على عاشوراء يبين، قام هو بين. مظبوط. فبتعرف شو جاوبتهم؟ شو؟ قالت لهم لانه بعرف لانه البروجرام كثير محضور بالخارج، فقلت بدي ضل العدو. هلا معلش مرقولي هيدي قصة سمحت السيد حسن نصر الله، بس رح اقول لك شغله، انا مش عم برر، ولكن انا بحس انه كل الدول العالم عم تحضر ليلى عبد اللطيف، حتى اليهود بيحضروني صدقني. انتم هالمره قلتوا لي اذا بينزل بعاشوره، طب ما بدي اقول انا. يا ربي. اليوم المجتمع اللبناني عم بيعاني من نظريه اجتماعيه الا واحد اسمه بندكت اندرسون. بندكت. طيب بندكت اندرسون، يو كان جوجل هيم لانه ما حنخبركم عنه. والنظرية اسمها الجماعات المتخيلة. النظرية بتقول إنه فكرة الانتماء لجماعة أو لقومية هي فكرة متخيلة، فإن أفراد جماعة ما لا يعرفون بعضهم بشكل شخصي، بل يتخيلون أن هناك آخرين لا يعرفونهم ينتمون وإياهم لهذه الجماعة، أي أننا لا نراهم، لا نخالطهم، لا نسمعهم، لكن فقط نعرف بوجودهم ونتخيل تشاركنا وإياهم الانتماء. وعلى رغم كل انعدام المساواة والتسلط والتشرذم بين أعضاء هذه الجماعة، فإن شعور التضامن تجعل أفرادها على استعداد لبذل نفسها من أجل هذه الجماعة. هيك تماماً. ما فهمت ولا كلمة من شو قلت. لا خليني أفسر لكم شو عم بقول عبد. يعني لما بتقول إنك تنتمي للسنة أو للشيعة مثلاً، بتكون فعلاً تنتمي لصفر فاصلة صفر صفر واحد بالمية من السنة أو الشيعة، اللي هن أهلك ورفقاتك وشباب الدليفري إذا شيء. لأنك عايش بهالوهم، ما عندك مشكلة إنه في شخص سنة بوزارة الاتصالات عم يسرقك بس لأنه سنة، وما عندك مشكلة إنه في شخص شيعي بالجمارك عم يسرقك بس لأنه شيعي. والأسوأ إنك تعتبر إنه أي إساءة لهالأشخاص هو إساءة لجماعتك ولشخصك الكريم، في حين إنه هالأشخاص ما احترموا انتمائهم لا للطائفة أو لهالجماعة، وعم يشتغلوا بكل الأساليب ليستغلوك ويستغلوا طائفتك وجماعتك. على فكرة لو نحن عايشين بدولة المافيا فيها بتحترم حالها، كنا اليوم سمعنا عن تصفية العناصر الفاسدة اللي طلعت ريحتهم من قبل رؤسائهم. المعلم بيسلم عليك بس للأسف حتى المافيا عنا فاسدة وما بتلتزم بمبادئ المافيا العالمية، وهيك المجتمع كله. الأسبوع الماضي سجل إنجاز جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة بحصول إمارة دبي على شرف تنظيم إكسبو 2020. من بعد هالشيء أقرت الحكومة الإماراتية بصرف 5.5 مليار لمشاريع تنموية. رسمياً مبروك لدبي بفوزها باستضافة إكسبو 2020 بنتيجة الجولة الثالثة من المفاوضات أو عملية التصويت التي جرت في باريس. عنا كنا عم نعيش شرف تنظيم الجولة رقم 18 بطرابلس. فرئيس الوزراء لطرابلس البزنس مان الملياردير خريج هارفارد بزنس سكول مش ضارب ضربة استثمار بمدينته مثل ما عم يتهم من قبل خصومه، يمكن لأنه بفضل الاستثمار بالإنسان، الاستثمار بقادة المحاور. ملياردير تاني من طرابلس متهم من قبل حلفائه قبل خصومه بإغراق طرابلس بالسلاح. الوزير الصفدي، وزير المالية اللي باعترافه شخصياً ما بيمون على عناصر الجمارك اللي هي مديرية تابعة لوزارته. نحن وزارة وصاية، وبعدم وجود مجلس وزراء نحن باش كاتب. اليوم أفضل شيء عملوه الشباب أنه نقلوا الموضوع لمستوى تاني لليفل أعلى، ومثل ما بيقول المثل desperate times call for desperate measures. اليوم قواعد اللعبة تغيرت، اليوم كل عنصر جمركي حيشك بالتاني، ما حدا منهم حيسترجي خوفا من التشهير والفضيحة. تعرف أنا لمبارح لاكتشفت أنه الفساد شيء بشع مثل السيلوليت أو البامية أو عمتك. عن جد أنا كل الوقت كنت مفكر وبس برنامج لغادة عيد، سنين وغادة عيد عم تحكي عن الفساد وتنق إنه في فاسدين ببرنامج الفساد، ولا شيء تغير إلا غادة عيد. فساد 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 الفساد فساد 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 فسادي حاجز الصمت إزاء فساد. شو طيب يا غادة؟ الفرق بين مال الحلال وبين مال الحرام انه الاولاني بيطلع لك روحك لتحصل عليه، والثاني بيجيك انت وراخي ومادد اجريك. اللبناني تاجر وبيحب المكسب السريع، بيعمل اي شيء بس ليعيش ملك ويشبح على جاره وعديله ويقرض الدوله هو عم يضحك.
شو وقفت علي وبس تسأله من أين لك هذا؟ بيحتد أنه شو ما عجبك حبيبة؟ لشو ناقصني والله؟ لا ماشي يعني بندوق حربوق كشت بنشي يمكن بس اللي ناقصك هو شوية احترام؟ بعد الفاصل أبو طلال ولقطة الأسبوع. ليك فؤاد شو؟ لقولي شباب علمانيين من الجامعة اليسوعية اف ايه وقال انه هني ما راضيين على اللي عم بيصير وبدهم يعملوا تحرك وبدنا ندعمهم. ايه بندعمهم. كم كاميرا بدنا ننزل؟ بدنا كاميرا واحدة ما هني كلهم ثلاث طلاب. اه